أولا هنيئا لنا جميعا إدراكنا شهر رمضان المبارك، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا من الموفقين لأداء حق هذا الشهر المبارك بصيانة صيامه وحسن التعامل مع الله في نهاره وليله بإخلاص العمل واتقاء المحرمات والتقرب إلى الله جل وعلا بنوافل العبادات مع أداء فرائض العبادات. ثم إن الصيام أحد أركان الإسلام، ففي الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. هذه أركان الدين الإسلام التي إذا اختل منها ركن اهتز إسلام المرء.